الحالة رقم 2 أنه لو كان المطلوب من عندي هو إيجاد مقدار قيمة فرق الجهد نتيجة لإنفينيتي لونج لاين تشارج، أنه هنا عندي لاين تشارج ديستريبيوشن، يعني خلينا نفترض أنه هنا عندنا هذا لاين بهذا الشكل وهذا ممتد لزائد ناقص ما لا نهاية، زائد ناقص ما لا نهاية. هذا طبعا يحتوي على شحنة، خلينا نفترضها هي رو ال كولوم لكل متر، هذه شحنة. هذا الانفينيتي لونج لاين تشارج اوجد مقدار قيمته فرق الجهد ما بين نقطتين، يعني خلينا نفترض ان النقطه الاولى هنا هذه هي الاي، والبعد ما بين اللاين تشارج مالتي هي حسميه ار اي، ونقطه ثانيه خلينا اسميها هذه بي، والمسافه ما بين اللاين تشارج هنا راح اسميها الار بي. فهنا حسب القاعده اللي عندي، يعني اوجد مقدار قيمه الجهد في النقطه اي حسب ما اشتقيناه بتأثير الانفينيتي لونج لاين تشارج، وبعدين في النقطة بي، وبعدين أوجد الفرق بيناتهم. زين، في المقاطع السابقة وجدنا شدة المجال الكهربائي بتأثير الانفينيتي لونج لاين تشارج. شنو كان عند القانون؟ إنه مقدار قيمة شدة المجال الكهربائي يساوي مقدار قيمة الرو ال على 2 باي أبسلون آر أي بار آر نيوتن لكل كولوم. هذه مقدار قيمة شنو؟ تمثل مقدار قيمة شدة المجال الكهربائي في نقطة تبعد R عن الانفينيتي لاين. إذا أوجد مقدار قيمة فرق الجهد حسب التعريف هسه، أقول فرق الجهد ما بين النقطتين A و B يساوي ناقص تكامل من RP إلى RA لشدة المجال الكهربائي DR، ويساوي ناقص تكامل RB إلى RA لمقدار قيمة الـ E عوض عنها بالقانون اللي هي رو L على 2 باي أبسلون R DR. زين، طلع الكونستانت رو L على 2 باي أبسلون يعتبر كونستانت، يعني راح يكون مساوي إلى سالب رو L على 2 باي أبسلون تكامل من RB إلى RA، شبقى عدي 1 على R DR. هذا هو تكامل لين، فراح يكون هو عبارة عن مساوي إلى ناقص رو L على 2 باي أبسلون. هذا قلنا هو عبارة عن، خلي افتح قوس، تكامل لين، شنو هو لين R، وحدود تكامل مالتي هي RP RA. هسا أعوض هنا بالقانون، راح يكون مساوي إلى مقدار قيمة فرق الجهد حسب هذا الرياضيا، هسا راح نعوض، راح يكون عندي سالب رو L على 2 باي أبسلون، من أعوض راح يكون عندي لين RA ناقص لين RB بهذا الشكل. وبسبب وجود هذه الإشارة السالب رياضيا راح أعدله، راح يكون مساوي إلى رو L على 2 باي أبسلون لين RB على الـ RA. يعني راح يكون القانون مالتنا هو هذا، إنه إيجاد فرق الجهد ما بين النقطتين بتأثير الانفينيتي لونج لاين، انه راح احسبه بهذا الشكل. في اي بي راح يكون هو عباره عن مقدار قيمه الشحنه الخطيه اللي موجوده عندي رو ال على 2 باي ابسلون لين ار بي ناقص ار بي على الار اي، باعتبار بتاثير الاشاره السالب هذه، المفروض انه هذا هو لين ار اي ناقص هو عباره عن لين ار اي على ار بي، هذا نعوض عنها، لكن بتاثير هذه الاشاره السالب راح ينقلب يصير عندي ار بي على الار. فهذا هو قانون ايجاد مقدار قيمه فرق الجهد ما بين نقطتين بتاثير انفينيتي لونج لاين تشارج.